أنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب السابق لترجي الكلوب نادي حمل أنف بالحسن العلوي. مرحبا بك من جديد بالحسن. دونك نحكي على فوز البنزرتي، حتى مشاكل معاه هذا اللي تواصلت حتى في الكلوب. والله اي تنجم تقول، اي تنجم تقول في الميكرو، تنجم تقول فهمت، مي تعديت في سافيسا فهمت. بدلك البوست نتاعك حتى كرادي روا؟ لا بون نلعب وقتها 3 5 2 حتى يعني ما تاخذ كولوار فهمت؟ فهمت معناتها مش كاريمون معناتها 4 4 3 ولا 4 3 3 ولا 4 3 ما تلعبش بوست هذيك. اي مو زعما رابيديتي نتاعي حاب يستغني في الكولوار فهمت؟ باهي حمل انف مشيت للنادي الافريقي، مشيت للسعوديه بعد رجعت، مشيت للكلوب. شنو صار بالشيت الكلوب وقتها؟ شنو صار؟ بين المسؤولين انت حبيت تمشي للكلوب، هما تفاهموا في بعضهم كيفاش؟ ايه هما تفاهموا في بعضهم حاملين في قبل راهو لي كونترا، راهو مش كونترا كيما توا صح عام وليبر، فماش كلوز نتاع ليبراتوار تولي ليبر تخرج على روحك معناتها فهمت؟ قبل كي تصح في جمعيه انت ملكه حتى هي تعطيك ليبراسيون نتاعك فهمت؟ قد ايه صححت انت؟ وقتها قداش صححت؟ شنو صححت؟ في حملة في قداش من عام؟ ما فماش مش كيما توا، إذا خدمتك جماعي أنت ملكة. ما فماش ديوري في الكونترا؟ ما فماش ديوري في الكونترا. الملاعب الكل ولا كان أنت معناها؟ الكل شنو؟ يا أخي أنت تنجم تتحرك من جماعي لجماعي لما تعطيك أوتوريزاسيون الجماعية هذيك. ما كنتش تنجم تقول لي وقتها؟ شوف فما حلين، يا تبطل الكورة، يا بريزيدون مش لازم مش نحكي عليه هنا فهمت، ديما شنو مش لتا حمل ديما زوز ثلاثة جولات الباهين باش تلقى باش تصرف العام اللي بعده يلزمها تبيع فهمت. كهو هذاك اللي صار بريزيدون شبيه يعني قلت لك في العام هذاك مثلا حمل فخرجت انا برك معناتها سايبني انا برك. قداش تبعت؟ وقتها نحكي الكل يمكن 250 انا. وانت ما كنتش تحب تمشي؟ مش ما تحبش 250 مليون يسمى برشا فلوس. اي البار نتاع حمل الف والبار نتاعي انا فهمت. مع بعضهم الزوز فهمت. انت ما كنتش تحب ليه؟ كنت تحب كم في حمل انف ولا كيفاش بالضبط؟ حمل الف طاحت وقتها وباش تلعب في البي والبريزيدون نتاعها مشى على روح وش هذا بريزيدون اخر وهيئه جديده ودنيا جديده وما والبريزيدون اللي شد ما فماش فلوس فهمت، يزمو يتصرف فهمت. كاو عمل من بعدها جمعيه باهي يا ويح. شوف حامل الف سرتو حامل الف ما تيقف حتى جور، شوفها من القبل معناتها تلعب على التيح وتلعب شنو ما تقفش ديما تمشي وتشوفها توا تنجم عم جاي تعمل لك كيب مش نورمال. كيفاش كانت الاكسبيرونس في الكلوب؟ اول نهار دخلت في البارك كيفاش وانت وياه؟ كيف ناسيونال نعرفهم يعني ما مشيتش من الاسبيرونس. اي مشيت من حامل الف انت؟ من حامل الف يعني برشا حاجات عباد ما يعرفوهمش معناتها معناتها مش تيتولير غون تيتولير في ليسبيرونس، من ليسبيرونس مشيت هكا ولد ليسبيرونس فقط. ولد ليسبيرونس فوالا ولد ليسبيرونس دونك الانتماء هذاك. اما سينو معناتها درت انا مشيت بعد حمل الف السعوديه عاودت رجعت لحمل الف ومن بعد العام الرابع ولا فهمت. اي مش مشكل شنو الفرق معناها مو كيف لا لا تفرق بين واحد يكون تيتولير يلعب في الاسبيرونس يعمل هكاك كيرثه مثلا ما تجيش فهمت. شوفها ما تجيش اليوم ما تجي. شوف نبيل معلول كي مشى يلعب في الكلوب ما تجيش عنده دي ريزون زاد نبيل معلول سيتياسيون اللي تحط فيها فهمت. فكل واحد كيفاش فهمت. فهمت كيفاش كانت الاكسبيرونس في الكلوب؟ اول نهار دخلت فيه لبستي مال الكلوب كيفاش وانت الناس اللي تعرفك من قريب مكشخ في الدم معناها وقت ماني قلت لك حتى اليوم جيت مريول مكشخة تليها طبعا عايش محب طبعا عايش حياتي محب اي ما تبل يقولوا هكا فاناتيك برشا انت ولا نحب لي نحب نشوف الانتماء على روحه وما تدخل لي فيه لحد شيء فما شكون يحب فما شكون يحب يحب ترجي ما انت لا انت تعشق اكثر حتى من هكا جمعيتي تربيت فيها حلت في عيني وصرفت علي وقراتني ووكلتني ولبستني وعملت لي
واللي تحب انت ورجوليه وكل شيء تعلمناه غادي دي زونطونيو كوم دي زونسيان جوور من عم صالح ناجي الله يرحمه هادي فدو الله يرحمه صعب جبر مشوش معناتها فتحي طرخاني اللي جا بعد بلاتيك في الاسبوار بولوني معناتها مازلنا كي ودعنا واحد من رجالات الرجال معناتها الصحاح معناتها ترجع عم نور الدين الله يرحمه بيفات نتاعو كنا صغار حتى كي ندخلوا ما عندناش فلوس ناخذوا اللي نحبوا ونمشيو ارواحنا معناتها سلامه وعاش وخلط عليه سلامه صغير يدخل يخرج من الماتش يخرج يبكي هو صغير عمره 4 سنين وخمس سنين وانتريمون مش حتى ماتش معناتها ماتش اميكال ولا حاجه يقول لي ليه ليه خليها فيه القرحه فيك خليه يحس اليوم ما كاش يخرج متغش قلت له يا ولدي يزين قدام الناس تبكي ودي شنو هذه يقول لي ليه عم نور الدين الله يرحمه وينعم يقول لي ليه خليه الله يرحمه قسما بالله باهي ما جاوبتنيش اول مره لبست معايا الكلوب كيفاش كان احساسك؟ حاجه بوقت. جديده عليك حاجه كان ساهل كان باش تلبسه ولا كيفاش؟ تخدم على روحك انت فقط تخدم على روحك اول نهار في البارك كيفاش استقبلتك عباد عادي؟ ليكيب ناسيونال معاهم اصحابي الكل شكون كان قريب؟ الاسعد الحنيني حسام حاج علي معناتها محمد الحمروني الله يرحمه وتحومتي محمد فهمت؟ فينال كاس 99 بدا ترجي لا حول ولا قوه الا بالله شبيك؟ شبيك؟ شاي؟ راني شيخ شبيك 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 شنو فكرك الفينال هذا؟ شاي فكرني شاي وعلاش قلت اش قلت انت لا حول ولا قوه الا بالله؟ وقتها نخدم على روحي اش معناه؟ وقتها انا في سيتواسيون يلزمني نكون هكاك اش معناه؟ هذاك انا هذاك انا معناتها انا هكاك معناتها كيفاش؟ هي اللي شفته انت شنو شفت؟ قول لي انت ما فماش هكا التخاذل ودرا شنو هكا ضيعت كل اليوم اللي امك عليها جمهور الكلوب الله غالب اللي بنات معناتها شو معناتها؟ معناتها بالعالي نسال فيك والله لا مازال هذي ملا سويل تعرف يقابلوك في الشارع تعرف سويل تعرف شنو هو هذي سويل شبيه كيرفه سويل يقابلوك في الشارع جمهور اكيد يجبدوا لك عليها هيك ولا هذيك حومتي يجبدوا لك اليوم عليها هيك ولا هذيك لا بعدين شنو جبتوا وين مراسل والله لا كوره هذي اقوى ديزا اقوى تاكونات في العالم واللي ما يضيعش ما يمركيش مش معناتها والله غالب ما ضربتش بالقدا بالراس معناتها مش تخاذل ولا حاجه لا يدي وشكري الواعي على الروقور شكري حتى من واحد تحب معناتها فهمت واضح خسرت وقتها ظهر لي 2-1 كلنا كان حكم هدف حسين الجابسي ما لموكش بعد الماتش على الكره هذيك شنو ما صار شيء بعدها هذي كوره شو يصير هذيك الكوره كهو فيها رابح فيها خاصة كيفاش تحكم عليها البريود في الكلوب؟ بالنسبة لي أنا تخليني نحتفظ بها روحي إن شاء الله لا قول لي عليها تحتفظ بشيء هنا كل شيء اللي داخل كله على برا خليني نحتفظ بها روحي لا قول لي قول لي شبيه سيئة جدا إي والله شوف الأولاد اللي لعبت معاهم معناتها سوى سمير سليمي سوى الكبار جور كادر من وقتها والله سمي تويتي معناتها فهمت جيل ولا بابلا وبهيم انت مشاكل كانت مع رئيس سعيد ناجي لا هذا المعروف عليه فلوس فلوس واحد وانا سي ما عطاكش حقك اي ومن بعد كمل خلط عليه الرئيس الاخر قال لي شريف بلامين هذاك الاخر تفاهم معاكم مانيش انا ودا شنو وقت قصدت ربي على روحي شريف بلامين الله يرحمه قلت له ما فهمتك انت مع الاخر انا خاتيني من بعد حبيت تسميه الله يرحمه قلت الله يرحمه فهمت خاطر باش ما نحبش نجبد فهمت الله يرحمه وينعمه في دار الحق ونعم في دار الباط فهمت خلينا نحكي على سعيد ناجي قبل ما نوصلوا لشريف بلامين شنو المشكل معاه معناها علاش ما حبش يعطيك فلوسك بتعلد شنو اسال يقبل معنا حتى حق ما خديتش فلوسك من الاول صحيح وانت شبيك ما خديتش من الاول والله ما خديتش من الاول خديت ترانش باش على اساس باش يكملوا لي ترانش باش يكملوني حتى لتوا اللاعبين الاخرين تخلص والله ما نعرف كل شيء متعاش بالاحسن تش تحبني نقول لك ما اللي يدبر راسه باش يقول لك راني مشيت وخذيت مغانم يقول لكش باش يقول لك باش يفيق بيه وبريزيدون يقول له يحكي واحد كل واحد يدبر راسه واحد كي جيت ماشي للكلوب ما كلمكش تمشي بوب لا ما كلمك حد من تراجي حتى حد ما تمشيت قالوا لك امشي على روحك مش قالوا لك عليها ايه انا وقتها ماشي على ذمه الاسبيرونس اي نعرف تقعد ولدهم عليه تقعد ولدهم
لو كان يتعاود التاريخ تمشي للكلوب يوم يومي من لسلس في فهمي سليم حرام عليك والله حرام عليك اش بيهم لسلس طوى هنا علي خممت وصار من بعد وقبل واحد نبطل كور وما تمشيش للكلوب هاي لهالدرجة خاطر ليه ما هو شو الانتماء راهو ايش نقول ما حتى واحد راهو حتى واحد مكشخ واحد يصير عليه اللي صار لي هنا فرعيسه نتاع برشا حاجات فهمت تحطيت في سيتواسيون الله غالب الله غالب معناتها ما فماش الجمعيه عندك عائلتين تصرف عليهم واحد وفهمت جمعيه كبيره تاخذ تصبح بطال معناتها الكلوب جمعيه كبيره اي حد يتمنى يلعب في الكلوب انت ليه تقول نبطل الكوره ما نلعبش في الكلوب انا بارابور اللي انا عشته ما ربحتش ماديا ما ربحتش ما ربحتش ماديا بالعكس زدت حسيل كروي كروي انا قلت لك كروي فتره كنت شوف جوار مسوا في كل شيء الا في الفلوس كنت مسوا في الفلوس راهو اي سيرتو نحن دون وطن مانيش الفلوس هذيا ناخذ فيها تو الناس تاخذ يا اخي فلوس قبل تسمع فلوس فلوس تش ناخذ احكي فير مليون ميتين سالير ومليون ونص وزملين ما كان برشا فلوس وقتها لا برشا فلوس لحد شيء فواديس تو معناتها كيما مليون كيما تو 10 ملايين ولا ايه شنو؟ مليون قبل كيما تو كنت 3 ملايين 3 ملايين باهي قلت جا بعده شريف باليمين الله يرحمه شنو صار؟ ايه مش مسؤول هو اللي عمله قبل فهمت؟ قال لك كيف كيف قال لي الناس الكل انا باش نعمل شعري جدد ودرا شنو واحد حابوا ينقصوك في الفلوس تي ناقصوا شنو ديجا قول لي قول كيك ما تدري كاو يا اخي شنو قبل المسؤوليه معناها يقول لك تعمل تعمل لازمك فماش معاش كما توا ما تمشيش تشكي للجامعة على شنو نجي على شنو مش عندك كونترا في مونطون معين بلا سيف انا كونترا تويت قبل انا كونترا تاعي ما فاش مصحح معناتها ملعبي تمشي هكا صح ليسونس وكا هو معناها ليسونس وفما هذيك هذيك في ساعه فما كونترا تفهم لا بروفيسيونيل لا اماتور هو اصلا مش معتور عام 99 في الكلوب انت فما وقت احتراف تخلى احتراف تونس اي مش يطبقوا فيه مش يطبقوا فيه فهمت مش يطبقوا فيه فهمت دونك قال لك ما عندك عنا شيء هكا ليه قال اللي معاه هو الاخر انا تو جديد انا معناتها انا تو باش نخدم معناتها انا باش نعمل برنامجي نتاع نتاعي انا فهمت يخصني انا فهمت كاو واضح كان انت ولا ملعبي الكل؟ ايه ملعبي الكل اللي قدم هذوكم معروفين ياخذوا في الفلوس هذيك معناتها قعدت الفلوس هي بيتا اما جدد اللي جاو طريقة الخروج ما كانتش كيف كيف ولا بد زاد من الكلوب هربت هروبة؟ ليه؟ مال كيما حبش يعطيك فلوسك شريف باليمين اش عملت؟ قلت له ساي وفي المكتوب ولا شنو؟ مكتوب شنو كان موقفه؟ قال لك مشي على روحك؟ لا مشكلة مشكلة كبيرة مشيت انا قاضي ساي سعودي مشيت وقت زاد السعودية القاضي ساي تحت دوزيام ديفيزيون حبوا يرجعوا فيس كلموني درا شنو اوكي واحد وبرا تون فاهم معاهم حكاية فيرا درا شنو طلعت انا هما ما يعرفونيش انا لعبت في الاهلي يعرفوني فهمت يحبوا يشوفوا يتاكدوا والله لعبت معهم 5 ماتش لعبنا 5 ماتشات ميكال عملت معهم بريباراسيون درا شنو وبعد جاني البريزيدون السعودي قال لي بالحسن راه طلب برشا فلوس هو والفلوس هذوما ما معناتها على البيجي اللي عندنا توا ما نجموش قعدت بيت قلت شنو السعوديه حتى قبل فهمت كان بالحديث معناتها بريم سيناتور هذيك وسالير نحكي لك على السعوديه الاهلي توا اللي تعطي مليارات وقت اللي لعبت انا في الاهلي 5000 دولار سالير وبريم سيناتور 50000 دولار اللي توا ياخذوا في 3 مليارات ولا مليارات بريم سيناتور فهمت معناتها حتى وقتها مش برشا فلوس الاهلي مش برشا فلوس مشي 6 اشهر طلب برشا فلوس ودرا شنو قالوا لي ليه ودرا شنو حسيت روحي قعدت طولت الحكايه وصلت لي هبط وقتها اش معناها هبط؟ هبط رجعت لتونس حكيت معاه لا ما تنو مو هو لم يابل يتفاهم يلقى حل ينقص شوي يشوف حال ما قال المونطون ذاك في باله هو بشد صحيح خاطر هو يتبع ويسمع بيا معناتها قاعد نلعب معاهم بريباراسيون وشد روحي وماركي فهمت كاو رصت لي رجعت لتونس علاقتك بيه ما كانتش باهيه برشا لا 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 الله يرحمه لا وعدني ولا كذب علي ولا كذبت عليه فهمت اللي فما فما اللي فما فما الله يرحمه واضح
باه بعد ما رحت تونس شتا صار؟ رجعت الحمل مرة أخرى اعتمد الكلوب نقصت نحكي من الكلوب بعد الكلوب رجعت الحمل فتحت عاود شيت مرة أخرى حمل في ديفيزيون دو معناتها مش من الكلوب الأمريكا معناها لا لا فهمت مشيت بري سايبوك بري الكلوب وزاد خذوا فلوس بعد حمل فهمت معناتها شو سبحان الله السعودية وفلوس هذاك تنقص شوية ما تحملني الوقت هذاك اللي فتحتها صحيح انت مش تعطيها محمد تحسها شميتة رجل ميت الله يرحمه ايه عادي ايش نحن نفهم والله ما نعرف متفاهمين ميت الله يرحمه الله يرحمه ما نعرفش والله ما نعرف والله هنا طوت سنة سؤال ذي ما نعرفش بلك شي خاطر مش هو جايبك اللي قبله ونعرفه ديما العلاقة بيه لا المشكلة مش هو المشكلة انا جايبني حمودة بن عمار وكي قاعدين كي قالوا تفهم معاه وقالوا بالحسن درشنو وقت لا جون لا حد شيء وحدك حدك تتكلم يلب عليك العرق تتكلم فهمت قالوا لي قل الأمور ولي تفهمت ايه وكهو درشنو مشي على روحه والآخر ايه وذوما طبعا كمل لك وقعدت كيك بيه ماشي لأمريكا ذا هل لي لا وقتها سيء انا شنو ما طب شنو قعد على ذمتهم ومازالوا مشي يسلفوني مازالوا ما بعد ومش رقى روحي يسلفوني فهمت وانا من الراش مش نلعب حبيت تكسر الكونترا ايه كسرت الكونترا قد عملت في امريكا قعدت عام ونص لعبت اماتور الضربة متاع حدث سبتمبر 2001 بدلت لك شوية حياتك غادية تقلق منها شوية تبالي بشنو قد غادي يعني تقلق على الاخ وين في يوستن في يوستن ايه وقتها هما بش يعملوا اكيب اما الشامبيونا لعبت فيها اماتور هنا ياخذوا منها البروفيسيونيل يتبعوا فيها فهمت مش كيفنا نحن في امريكا وقتها مش برشا فلوس كيما تو وقتها 300000 دولار وقتها فهمتك العام و 400000 دولار بارابور تونس برشا فلوس اي بارابور تونس برشا فلوس ما تو شوف تو كي عباره الاوروب امريكا يصحوا برشا فلوس فهمت صحيح عملت ايضا جوله حول بعض البلدان حتى السياحيه كيما المالديف شازك المالديف والله من بعد الاربع سنين الاخرانيين مع جون من افريك دو سود فهمت والله قعد معناتها كل مره يجيب لي وانا كل مره نقول عام قوش نبطل يجيب لي تفتفه بيا نقول نمشي عجبتك البلاد زاد انت على الاخر شخت على الاخر كوره واحد هاي سياحه سياحه والله فما فلوس فيها 1600 والله وقتها مش برشا فلوس هي 6 اشهر فهمت بدلوك البوست بدلوك اكسيال زاد غاد وقتها مشيت انا وزياد العليوي الله يذكره بالخير في فرنسا تو قلت له زياد برجوليه تعبت من القدام هد 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 باش نلعب روبلي شويه شويه باسيت شويه اسيست هكا واحد وخرج مات شويه كي جا هو هذا شافوني تو اللي حاطينه حتى يجي لونترونور اللي فيس دو كلوب هذوما لي زونترونور موجودين غادي قال وي باهي ناخذوا في البوست هذاك يساعدنا كي جا متشيك لونترونور ما عجبوش الاكسيال قال لهم هذاك يجي اكسيال باهي عاد نحكي انا زياد قلت له زياد راه قال لي باش تلعب اكسيال زياد العليوي لعب في جرجيس لعب في سيوتي قال لي بالحسن شنو هي سيب علينا واحد قلت حياتهم كاملهم يحصلوا فيا طبعا نعرف كيفاش نيقف ان شاء الله وين راح نحصل فيهم والله هزينا شامبيونا وقت رغم اللي بدلوا لك البوست بون شامبيونا مش قويه هي مي كومون ملتزم شويه دينيا بالحسن والله ربي ان شاء الله يتوب علي يا شرفي اش معناها يتوب علي ان شاء الله خاطر الالتزام دينيا خلاك تروح من فيتنام صحيح فماش ثلاث جمعه اي صحيح روحت من فيتنام فقط خاطر فماش ثلاث جمعه اي والله تعبت نفسانيا هذا سبب معناها والله سبب روحت من غادي قعدت مام با شهر ومشيت للمالديف كلها فيتنام فيها مسلمين في وتشيمي سيتي مدين دور كيلو واحد ما لقيتش فماش جمل اي وخليك تروح هذا معناها تعبت نفسي سبب رئيسي اي وعملت سيزون وسيزون ثانيه فهمت ما نجمش نكملها قويت علي حسيت روحي سبحان الله تعبت نفسي ماكش مرتاح مش مرتاح جوست خاطر فما ثلاث جمعه ما فماش جمله فهمت باهي بعد ما كملت الكوره دربت شويه عملت شويه بعض التجارب التدريبيه بديت في الاسبيرونس في ليجان
وزيد في الاسبيرونس في الجيم. باش نحكيو عليهم اكثر. نمشيو فاصل وبعد موزيكا وبعد نكملو نحكيو شوي ايضا على ماتش ترجي اليوم مع الاهلي ماتش بالخمسه نحكيو عليه شوي.